السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة بوزديفا، جينا نصور شقة غرفة وصالة، مساحتها 8 متر مربع. الدور الأول، أول ما نخش عندنا هنا الموزع زي ما احنا شايفين، نجي على طول هنا على الغرفة الأولى، مساحتها جيدة ما شاء الله تبارك الله. بجوار الغرفة هنا عندنا دورة المياه، المروش، وراح يتركب هنا المغسلة والكلوزيت، يعني حمام خاص بالشقة. بجوارها المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة. وفي مخرج للبلكونة، عندنا هذه البلكونة واسعة ما شاء الله، ولها إطلالة من هنا على الطبيعة ومن هنا على المجمع. المجمع فيه خدمات من مسبح وجلسات عائلية، بالإضافة إلى مواقف للسيارات وملاعب للأطفال، يعني مجمع مخدوم بكل الخدمات. منطقة بوزديفا منطقة قريبة من الميدان وقريبة أيضا من المطار ومول الفرن. نكمل تفاصيل الشقة، نطلع من المطبخ نجي هنا على الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله كويسة كبيرة، وبرضو مخرج البلكونة. فالبلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة، يعني توزيع الغرف جاية بطريقة انه اول ما نخش على الغرفة، وبعدين هنا الصالة، بين الغرفة والصالة المطبخ، وعندنا هنا دورة المياه. الشقة في منطقة بوزديفا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.